مساعدة المتضررين من فيروس كورونا المستجد، فكيف جاءت هذه المساهمات؟ متابع مع نور الجاموس. في أزمة وتعدي مرينا بالأصعب، بإذن الله بنعدي وعليها نتغلب. كلنا ويد بإيد في العزم والهمة، نقدر وما هو بعيد. احنا عارفين كلنا ان في أسر هتضطر انها تقعد في البيت او تضطر انها ما تشتغلش علشان خاطر الظرف اللي موجود، فاحنا ان شاء الله اتفقنا وكلنا عملنا تحدي في الخير، نتحدى بعض في الخير بالتعاون مع جمعية رسالة، ان في أسر كتير محتاجة الفترة اللي جاية، وفي أسر اتضررت من السيول اللي حصل الفترة اللي فاتت، فهنشوف مين فينا يقدر يتكفل بأكبر قدر من او اكبر عدد من الأسر اللي هي محتاجة الفترة اللي جاية. فان شاء الله باذن الله هنبتدي ب 20 أسرة، نتكفل ب 40 أسرة ان شاء الله الشهر اللي جاي، ان شاء الله اتكفل ب 50 أسرة لمدة شهر، انا متكفل 30 أسرة لمدة شهر، هتكلم بمساعدة 30 أسرة لمدة شهر. جميع اصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية اطلقت مبادرة خليك في البيت وزالها. الهدف من هذه المبادرة هو توفير الاحتياجات الأساسية لأسر المستفيدين من دواء وغذاء ومستلزمات يومية. أنا اليوم شاركت أنا وزملائي اللاعبين بعدد من الأسهم لدعم هذه المبادرة. اليوم أنا قررت المشاركة بعدد من الأسهم لدعم هذه المبادرة مع أخوان اللاعبين. أنا اليوم شاركت مع زملائي اللاعبين بعدد من الأسهم لدعم هذه المبادرة، وأعتقد هذا الوقت المناسب للوقوف معهم ودعمهم. الحملة تستهدف 50,000 أسرة. ويد بإيد بالعزم والهمة، نقدر وما هو بعيد، نتجاوز الأزمة. بنعدي. احنا طبعا في موقف صعب جدا، ربنا يعدي على خير إن شاء الله. إن شاء الله الواحد بيحاول يعمل خير وتكفل إن شاء الله ب 25 أسرة. نتكفل إن شاء الله ب 30 أسرة لمدة 3 شهور. كان قبلت شالنج ديالك باش أن نعاونوا بعض العائلات على قد المستطاع ديالنا. إن شاء الله باش نعاون 20 عائلة في شهر رمضان المبارك. إن شاء الله يا ربي يقدرنا على صنع الخير. بإذن الله حنتكفل بعشرين عائلة نازحة. بإذن الله حنتكفل بعشرين عائلة ليبية في شهر رمضان المبارك. قررت أنا والدي نتحدى في الخير، نتكفل بخمسين أسرة من مصابي كورونا خلال الفترة الجاية. يتم تقديم 30 سلة غذائية باسم برنامج صدى الملاعب وفريق عمل صدى الملاعب. طبعا السلة الغذائية